السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس مي، وفي الحلقة دي هقول لكم ايه آخرة التطورات او ايه آخرة المناقشات اللي بيتم دراستها دلوقتي بخصوص العام الدراسي الجديد في ظل أزمة الكورونا الحالية. أوضح الدكتور طارق شكري إن العام الدراسي الجديد بندرس فيه إن الأسبوع الدراسي هيكون لمدة 2 يوم بس، مقابل أن يمتد حتى الساعة 5 مساء، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أونلاين خلال باقي أيام الأسبوع. يعني هيخلوا الدراسة تكون 2 يوم بس في الأسبوع، وبقية الأسبوع هتكون الدراسة عن طريق الأونلاين. وأوضح شوقي إن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، إن هو هيكون على المرحلة الإعدادية مش الابتدائية. وبيقول كمان إنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج، وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المعلم. يعني قبل ما يطبق النظام ده طبعا هيسلم تابلت لكل طالب، وهيكون فيه المنهج كله وازاي الطفل او الطالب يقدر يتواصل مع المدرس بتاعه، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو. واوضح الى ان هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة 4 ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية. يعني من اول 4 ابتدائي هيبتدي من السنة الجاية كل طفل او كل طالب هياخد جهاز تابلت موجود فيه المنهج كامل، كمان مشروح بالفيديوهات. لكن بيقول لنا ان قبل سنة 4 ابتدائي يتم التعلم بالورقة والقلم، سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية. مضيفة من كيجي لسنة تالتة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا، ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بإيديهم لأسباب تعليمية، موضحا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية. يعني بيأكد لنا أن من أول كيجي لحد سنة تالتة ابتدائي ما ينفعش يكون فيه نظام التابلت أو التعليم اللي هو اللي عن بعد، لأن ده سن صعب أن الطفل فيه يقدر يتعامل بالحاجات دي اول حاجة. تاني حاجة ان الطفل في المرحلة دي بتتكون قدراته، فلازم ان هو يتعامل بالورقة والقلم، وان يكون فيه تواصل مباشر بينه وبين المدرس. وبيأكد لنا ان النظام الجديد ده هيقضي على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية. واستنوني في اي اخبار جديدة ان شاء الله ننزلها مع الحلقة، ويلا باي باي.